Surah As-Sajdah, surah yang ke-32, terdiri daripada 30 ayat. Dia adalah surah Makkiyah dan dia turun selepas surah Al-Mu'minun. Penamaan surah Sajdah adalah kerana ada dalamnya ayat untuk kita sujud. Kedua, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah As-Sajdah di dalam solat subuh hari Jumaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur pada malam sebelum baginda membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Mari kita beramal dengan apa yang diteladani kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom beramal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء وذوقوا عذاب الخلد بما
سجدا وسبحوا بحمد ربهم خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما فنخرج به